رغم التفجيرات الأخيرة التي عصفت بلبنان، قدم مارسيل خليفة حفلا ضمن مهرجانات بعلبك التي أقيمت في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية، متحديا إياها بأغان تحاكي الثورة والحب والسلام. وعلى وقع موسيقاه حمل جمهوره إلى فسحة أمل. طبعا مش هاي المرة الأولى اللي عم نقدم حفلتنا في ظروف صعبة. كان عندي بكرة مفروض أقدم بعلبك، ولكن المتفجرة اللي صارت بالضاحية منعتنا أنه نطلع لفوق، لأنه بسبب الظروف. وبعدين إجت المتفجرة مبارح بالشمال، وكانت تحية لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا، يعني الأبرياء. يعني لازم كلنا نقول لا للحرب، لأنه نحن أكثر ناس عانينا من الحروب. يعني لازم ندفع بالحياة أن تتجه للحلم تبعولها، للجمال. في كتير اشياء حلوه بالحياه، وانه كل واحد ياخذ حقه بهالحياه. سوريا ومعها اوجاع الوطن العربي لم تغيب عن مسرح خليفه، فهو خص في امسيته معتقلي السجون السوريه، موجها تحيه طربيه الى المعتقل السوري السابق الفنان يوسف عبدلكي. فماذا صنعت لهم يا ابي؟ انا يوسف يا أبي، أنا يوسف يا أبي يا أبي. إخوتي لا يحب. الطريق إلى مكان المهرجان في بيروت تكاد تكون خالية كمعظم الطرقات ليلا بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن ساحة المهرجان غصت بجمهور خليفة. ما فينا نستسلم للي عم بيصير، والا اذا استسلمنا نحن بنعطيهم اللي بدهم اياه، يعني اللي عم يجربوا يعملوا ارهاب على هذا البلد. فبالتالي نحن بنحب الحياه كثير وجايين نكفي. برغم كل الاوضاع اللي عم تصير هلا بلبنان، نحن رح نجي ونقول انه نحن منا خايفين من شيء. برغم كل هالاوضاع بنبرهن انه الشعب اللبناني بده الحياه. نجوم لبنان والعالم لم يتخلوا عن لبنان في ازمته، واستمروا في إحياء حفلاتهم رغم كل المخاطر التي لم تمنع اللبنانيين حتى الآن من التعبير عن حبهم للحياة. جيلان فطيري، العربية، بيروت.